فانا بحمد ربنا يعني ان هي على قد الصليبي، فالحمد لله يعني ما خدتش حاجه معايا يعني، الاربطه الحمد لله رب العالمين كويسه، والغضروف كويس الحمد لله، فان شاء الله يعني نرجع اقوى واحسن من الاول يعني باذن الله. احنا متأكدين من ده ان شاء الله، ولكن كل لعيبة المنتخب الحقيقة اللي موجودين معاك في الكاميرون الحقيقة كلهم الحقيقة أبدوا بزعلهم الشديد، وكلهم من خلال كل مواقع التواصل الاجتماعي يعني أعتقد إن هم أعتقد إن الموضوع ده رفع من روحك المعنوية بشكل أو بآخر يا أكرم، برضو كون إن اللعيبة كلهم زمايلك معاك في هذا الأمر. اه طبعا يعني حاجة زي كده بتشيل من عليا برضو زعل كبير يعني، زي ما قلت لك يا كابتن لما كلمت حضرتك قلت لك انا مش ببقى زعلان عشان خاطر الإصابة، انا زعلان عشان خاطر عيلتي، فعلا عشان خاطر الناس اللي لما بقابلهم. ربنا يشفيك وان شاء الله ترجع احسن من الاول. يعني النظرات دي يعني انا ببقى فرحان بيها جدا، ويعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى جعل محبة الناس دي بالدعاء يعني. فزي ما قلت لك برضه الواحد بيزعل بس عشان خاطر عيلته، انما لو على الواحد لا لا لا، الواحد انا الحمد لله رب العالمين راضي عن أسد قضاء ربنا أسد سبحانه وتعالى. أسد ووحش ربنا بقى، يخليك يا أنا دكتور. عارف اللي جواك، ولكن هتفضل أسد وهتفضل وحش.